أهلا وسهلا لجميع السائلين والسائلات المشتركات والمشتركين والمهتمين بهذه القناة والداعمين لها. أرجو إن شاء الله تكون عجبتكم هذه المواضيع اللي كنطرحها. كنحاول نطرح يعني مواضيع اللي كتهم ماشي يعني شخص بعينه، وإنما تهم الأغلبية. نزوج على الأغلبية عاد نمشيو للنخبة والطلة من يعني من المفكرين والمفكرات. كثيرا ما كيطرح هذا الموضوع ديال مثلا أن مكة، يعني بحوث تاريخية وأركيولوجية تثبت أن مكة ماشي هي أصل الإسلام. يعني يتم الخوض في المسائل الأركيولوجية والتاريخية والتشكيك في صحتها. هذا أصلا تلبيس وتضليل، لأن ما جاء به الإسلام ليس مرتبط بمكان معين، أو مثلا حتى الكعبة نفسها هي غير يعني ماشي هي الأساس ديال الإسلام، هي الركن الخامس ولمن استطاع إليه سبيلا. يعني اللي ما حاش راه مسلم كامل وعنده جميع الحقوق ديالو، الا كان في الى تحققت الدوله يعني بالمعنى ديالها اللي كتسمى الاسلاميه. وهي اصلا مما كنقولوا الدوله الاسلاميه كنقصدوا غير الدوله الانسانيه اللي كيقدر يعيش فيها اي انسان، يعني غير الفهم كل واحد. لان الاسلام ماشي مثلا الدين، هذا ماشي الدين موضوعي مثلا بحال العلوم التجريبيه، أنا واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا، الدين عنده مستويات من الفهم، حتى القرآن نفسه كان مستويات من الفهم، كان الفهم السطحي اللي مثلا كيقرأ أضربه هون ولا شي حاجة كيفهم غير البر، هذا كيفهم غير هذا المعنى، هذا ما كيفهمش معاني أخرى. لأن لو كان الفهم بهذا الشكل هذا وكورة مثلا ما غلقوش مثلا صحاب الولا فهموا شي شيء في فهم أخر، وكان لقوا بأنه في ذاك الوقت يعني نفس الوقت وكان لقوا كل صحابي وشنو كان الفهم دياله غير الآية نفسها، كل واحد شنو كان الفهم دياله ليها يعني. وهذا الاختلاف في الفهم راه فيه رحمة، بالعكس فيه رحمة، لأن الأمة راه فيها إثنيات بزاف، فيها ثقافات بزاف، وكل واحد عنده حرية باش يفهم بالطريقة دياله ولا بالمنهج دياله اللي كيعيش به. يعني ما عندناش حنا واحد الفهم صارم نهائي قطعي ان نطبقه على جميع الناس، لا، ماشي هذا هو الاسلام، ليس هذا ما جاء به الاسلام. الاسلام يحترم اختلاف، كيحترم الاختلاف ديال الناس وديال الاثنيات وديال، وكيخلي كيحافظ على الاسلام، ما كيفرضش عليك واحد النمط من العيش، لا، كتعيش بطريقه ديالك، ولكن كتبنى الاسلام كمنهج في السلوك في المعاملات، وفي إذا كانت سيبها هضرنا على مستوى الدولة، يعني كتكون تطبق لشي مسائل يعني كيفاش العقود وكيف الزواج وداك الشيء. يعني حتى هذيك فيها نظر، حتى هي يمكن أن تجتهد فيها، ليست قطعية وصارمة، لأن أصل الأصول هي اللي يعني هي اللي أساسية. أما هذيك تسمى فروع يمكن الاجتهاد فيها وتغييرها حسب الوقت، إذا كان الوقت اقتضى أننا نغير في طريقة ديال العقود ويعني شروط مثلا عقد الزواج أو عقد البيع أو لهذه، فإحنا عندنا هذه الحرية. كاين كمشاهدين يجتهدوا يقوموا بهذا اللي أنا أقوله اجتهاد ولا تعديل ولا تحسين، لأن الدين جا باش ييسر الحياة للإنسان في المجتمع ديالو وفي الدولة ديالو، ما جاش باش يعسر عليه ويخلق له حرج ما يقدرش يعيش في بلاده ويضطر أنه يهاجر لواحد البلاصة ربما ما يرتاحش فيها، ربما ما عندوش يتقتل فيها، ربما يطارد فيها. إذن الإنسان باش يضمن له هذا الحق ديالو في أن يكون زي ما عنده حق في الأرض اللي هو فيها، عنده الحق فيها، ما لان هذا بشهاده كانت الدوله اي واحد المسلم الاولى، اي واحد بقى في الارض ديالو ما تنفات حتى شي واحد من داك الارض ما كان الدين ديالو، وتعيشوا جميع الديانات الاسلام والمسيحيه واليهوديه
غير كانت مشاكل يعني، ما عرفتش دابا الاحاليه في المشاكل هذاك الشيء، خاصه فيديوهات ان شاء الله في المستقبل. طب هل اي حاجه جديده راه ماشي مستاهل باش تاسسها، راه صعيب لان الناس ما كانوش اصلا مسلمين، وحتى اللي كانوا عندهم ديانات ديالهم مثل النصرانيه واليهوديه حتى هما ما ساهلش يعني ما قبلوش الاسلام، اذا بداو كيحاربوه بخصوص اليهود يعني، لان ماشي على قضيه الدين المحاربه ما كانتش. انا في نظري انا كنقول رايي الشخصي ماشي كنقول راي العلماء ولا كل واحد حر، انا في رايي الشخصي انها ماشي مسائل كاع دينيه، ليست مرتبطه بالدين، انما هي كانت مصالح تجاريه واقتصاديه وهذا وهذا ماشي غير السلطه، المشكل حول السلطه يعني. هما ما قبلوش يجيو العرب اللي كانوا غير بدو وغير سدج يجيو وهذا هما يكونوا عندهم القوة والمناعة، وهما غير تابعين ليهم يعني، غير حيت هما كانوا أقلية في الدولة المسلمة الأولى في المدينة في يثرب، كانوا يمثلون أقلية لا يمثلون الأغلبية، وكانوا الأنصار وهذوك القبائل العربية أكثر يعني القبائل، لما كنت تكون كلها قريش كانت تكون قبائل أخرى عربية قوية، وكانوا ناس أغنياء يعني في يثرب كان عندهم زراعة، كان فيها الأغنياء يعني، يثرب كانت فيها زراعة، بينما مكة ليست فيها زراعة، كلها جبال وحجر يعني، أغلبية فيها يعتمدون على التجارة، كانوا كيتاجروا وكيكونوا واسطة، كيجيبوا مثلا سلعة من الشام وكيدوها كتكون داك بحال قلتي دابا مهرجان تجاري كبير، بحال قلتي دابا مهرجان شي يعني، تخيل شي مثلا مكة بحال شي كيفاش غنسمي داك فوروم، داك الفوروم كبير تجاري بحال كيما هكا يعني، عنده واحد القوه تجاريه. ودابا هذوك اليهود ما بغاوش انه، والعرب كانوا اصلا مسيطرين في مكه ودابا جاو تاني يسيطروا في يثرب، ما قبلوش شي مساله الدين، ما قبلوش هذا الله كاين، واصلا اليهود حتى هما موحدين، راه مونوتيز راه موحدين ماشي يعني هذا وثنيين وشي حاجه اخرى، حتى هما موحدين وعندهم الانبياء اللي جاوا لبنو اسرائيل بالالاف، راه ما مذكورينش كلهم في القران. اذا المشكل ما كانش ديني، ماشي صراع ديني، انما صراع حول السلطه، انا ما قبلوش باش السلطه تجي حتى ليثرب، ليثرب وما بغاها وتبقى اليهود هما اللي بقاو يعني متحكمين تما. اذا الواحد يعيد النظر، انا شخصيا ديما كنعيد النظر في هادشي التاريخ الاسلامي، وكان مقتنع بالشيء اللي انا مقتنع به يعني، انا ما كنت من نتاش النظرية شي حد، هادنا دابا شخصيا هاد النظرية اللي قلت انا حاليا ديالي هادي، يلا حطيتها دابا يلا حيت كان نعاود نراجع الكتب اللي كنكتب، هادي هي النظرية. اما الصراع لم يكن صراع ديني، انما كيكون صراع حول السلطة، حول مواقع السلطة. اذا باش غير باش نحدد المفهوم باش ما نمشيش بعيد، لان هذا الشيء كيسوقني لشي نقاشات جانبيه، بغيت نقول ان الاسلام ما مركز على فين مكه ولا فين، على هذا اليهود اليهوديه اللي عندهم هذا المشكل، لانه هما كيدعيو هما اللي دعوا على راسهم هذا الشيء، انهم كان عندهم داك ماشي عذرا حتى ذاك سميتو. يلا كنت كنصنت لهذا الفيديو هنا، هو انا كناخذ غير عندهم تابوت وعندهم الهيكل، كناخذ غير المعلومات يعني، ما كناخذ كلشي ما كنستافد من شي حد، كناخذ غير المعلومات اللي عنده مثلا، كناخذ المعلومات ديالو. اذا هما اللي كيدعوا هما اللي وضعوا نفسهم في هذه المساءله، هما حطوا راسهم في هذا الموقف الحرج، انا عندهم كيقول لك حنا عندنا التابوت عندنا الهيكل وهيكل سليمان وهو فين هو، اذا خصهم يثبتوا تاريخيا ويجيبوا لي زاركيولوج ويقلبوا لهم واش كاين فعلا هذا التابوت، هما حطوا راسهم في الموقف. الاسلام ما بديش اصلا على مكه ولا على الكعبه ولا على هادشي كله، الاسلام شنو هو؟ شنو هو؟ جا الرسول، شنو عند الرسول؟ شنو هي المعجزه ديالو؟ القران، صافي هادشي اللي كاين. حنا كنشوفوا القران، القران هو المعجزه ديال الرسول محمد عليه الصلاه والسلام، فهمتي؟ ما عندوش. اما اليهود مختلفين، حتى شي الا قريتو في القران غتشوفوه انهم دائما عندهم شي حاجه، داك دابا ما كتحضرليش الايات كنت حافظها كلها، دابا ما حضرتليش سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الانسان كينسى، الله يحفظ شي حاجه.
المهم هذا ما مشي مشكل بالنسبة لي، احنا كنشوفو القرآن فقط هو معجزة الرسول. القرآن حتى الأحاديث بنفسها يعاد فيها النظر، لأن هي ما تجمعات أصلا دغيا، ما تجمعات على هادشي. عندي بالكتاب ديالي القرآن دابا دكتو دابا العنوان تسيت كاع العنوان اللي دكتو دابا، ولكن قريب القرآن وقيل عماده العقل. فحتى الحديث ما كان ماشي غير اعتمد عليه الإنسان، يعني مش كنقول لك ما نسقطو الحديث، وإنما كاين مثلا أنا نشوفو كيفاش تم تدوين الحديث، نراجعو هاد المسألة عندي هذا فصل كيفاش تم تدوين الحديث ومتى بدأ، يعني بدأ بعطل بزاف بدأوا يدونوا الحديث. إذا كانوا بزاف الصحابة اللي كانوا عايشين في المرحلة الأولى اللي كانوا حافظين لك الأحاديث توفوا، لأن يعني كانت غزوات كثيرة وتقتلوا بزاف، اللي تقتلوا بزاف الصحابة اللي تقتلوا يعني أعداد هائلة. إذا هادوك اللي بقاو ولا هادوك اللي حدثوا ماشي كلهم كانوا غير كيحكي حدثني عن فهمتي ديك ماشي حديث، المهم داك التواتر وداك الشيء. انا ما غادخلش في هادشي الحديث لان ماشي اختصاص ديالي، اللي بغيت نقول ان الاساس هو القران، حنا كنعتمدو مليون في المية على القران لانه هو المعجزة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والاحاديث كيقدر تعطي فيها النظر، وكاين اهل الاختصاص اللي غيقدروا يديروا هاد العمل ماشي انا. انا كنطرح فقط الفكر، ما كنطلعش انا مثلا ندخل في الفقر ولا ندخل في هادشي، لا غير كنتعلمو وكنحاول نوضعو في عين الاعتبار ملي كنفكر ملي كنطرح شي اطروحه. ما مش اختصاص ديالي، عنده الاصول والحديث عنده الاختصاصيين ديالو، هما كيسوقوا لنا داك الشيء اللي اجتهدوا فيه الى داروا شي ابحاث، وحنا كنشوفوها كنطلعوا عليها، يعني المهتمين واللي كيقولوا على الرسول من المفكرين المسلمين ولا الاسلاميين بحال بحال، كنطلعوا عليها وكان يعني ناخذوها بعين الاعتبار لما اللي كنطرحوا شي اطروحه مثلا ولا شي نظريه. هذا هو. اذا بلا ما نخوضوا في هذه الهضره هذه بان مكه ماشي هي مكه، وهذا الشيء ماشي ما عنده علاقه بالاسلام، ماشي اليهوديه هي كيطرحوا هذا الشيء، هما اللي حاصلين في هذا الموضوع هذا، هما اللي حصلوا راسهم فيه، ما حصلوا حتى شي واحد، حتى واحد ما طلب منهم يتبدوا. هما حيت عارفين راسهم بان ماشي من حقهم داك الشيء اللي كيديروا، ماشي من حقهم يجيو يستلوا على واحد الارض اصلا فيها الشعب. انا داك الشيء كله كان غلط من الاول، وراه كتبت كتاب فيها على فلسطين وهذا الشيء كله، وهضرت على التاريخ ديال الصهيونيه وكيفاش بدات الفكره الصهيونيه، وشي يعني عنده جذور تاريخيه اللي بقات يعني سنوات وانا كنبحث ومازال كنلقح في الكتاب. ومع ذلك فهو منشور، المكتبه ديالي منشور في امازون. علاش؟ لان كنبغي نعاود العادات الامكانيه انني كنعاود نراجعهم، انا حقي ككاتبه انني نجيبهم ونراجعهم نعاود نحطهم. داكشي علاش ما بغيتش انا نشر مع اي دار من النشر، واخا كانت عندي مثلا اقتراحات نعشدهم النشر العربي ما قبلت، كنفضل بحال هكا لان ماشي سهل باش تكتب مؤلف، وداكشي التاليف راه خصو عمل فريقي. انا كنامن بالعمل الفريقي تيم وورك، لانه هو اللي منتج. وبدا من غير بوحدي لحد الان، وقريبا يمكن نعمل تيم يعني غير حيت انا يلا بديت ننشر في اواخر ديال 2016، وكلشي مع انني بوحدي كياخد لي وقت كتير، يعني داك المجهود الشخصي ديالي ما كافيش، هذاك الشيء باش معطله شويه. اما زعما خصو يكون البحث والتاليف في الدول الغربيه ما كيديروش مؤلف بوحدو الا هذوك النون فيكشن، بغيت نقول الفيكشن داك الروايات وداك الشيء كيديروا بوحدك. اما مثلا الكتب بحال هكا الفكريه لا، احسن كتكون في تعاون مع شي حد، ما واحد ما جوج على حسب. علاش؟ باش داك التيم وورك كيكون عنده واحد انتاجيه احسن، وتقدر الموضوع كتحيطهم كل جوانبه. ربما تكون مثلا تخصصات متنوعه، بحال دابا واحد عنده تخصص في الفلسفه، واحد مثلا في التاريخ، واحد في نقولوا في الفقه ولا شي حاجه ولا في الاصول. يعني ملي غيكتبوا واحد الكتاب كل واحد غيشوف الجانب، وغادي يتلاقاو وغادي يشوفوا شنو الجوانب المشتركه وشنو الجوانب اللي يعني متخصصه كل واحد التخصص ديالو، وغيكون البحث عنده واحد القيمه اكاديميه وعلميه. هذا هو اللي قصد.
وان شاء الله هادشي يكون يعني ماشي، مادام الانسان باغي يدير واحد الحاجه فهو غادي يديرها، خاص غير الاراده والعزيمه والعمل المستمر. الانسان ملي يبدا واحد العمل يبقى دائما مستمر فيه، ما يتحبطش، واخا ما ينجحش يعني ما يحققش داك الاهداف اللي رسم هو، لان كاين شي اهداف اللي كتحققها على مستوى بعيد، اهداف الكبرى تحققش مثلا على مستوى قريب. كاين اهداف دائما يكون عندك اهداف كبرى واهداف صغرى، ايوا، وديك الصغرى بها كتطمئن نفسك وكتزيد القدام، والكبرى كتحقق مع راسك. كاين شي اهداف اللي صعيبه كتخسر الوقت، ايوا. حنا نعتمدوا على فقط على القران، القران هو الاساس ديال المسلمين، هو الاساس، القران هو الاساس، ماشي تسموني قرانيه شي حاجه كاين ستيريوتيب يقول لك ها قرانيه، لا، هذا القران هو الاساس، هذاك هو الاساس، هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء القران، هو بلغ القران. ما الحديث هو الفهم، فهم اولا شي حاجه مثلا وقعت وكيحكيو عليه، وقعت اقوال وافعال ديال الرسول، ما هو باش بنى الدوله وباش اسس وباش دار الدعوه، يعني بالقران. وكاين الفهم ديالو المنهجي لهذا القران، يعني الشرحه والمنهج، كيف ما كاين في الحديث اللي جاء عبد الله بن كان العباس، الشرعه والمنهج هما الاسس ديال الدين. ايوا، المهم كنت غادي نسمعكم داك الشطاف من الفيديو تاع فعل هادشي اللي كيدعوا اليهود، ولكن صافي الفكره وصلت، يعني انا فهمت بانه داك شنو كيدعيو اليهود، وهذا البحث التاريخي اللي كيبغيو يلصقوا فينا حتى حنا المسلمين. وحيت سمعت واحد شي ناس كيقول لك زعما الناس كيصرفوا الملايير على ما عرفتش كيسموهم، ما كنظنش كيسموهم كفار، هما حيت ما مكاينش كفار دابا، كيقولوا لهم ملحدين باش ينشروا هاد الشي. ما يقدر يخسر الملايير، يقدر ما يكون يخسر حتى حاجه، لان الناس مثلا كثيرهم فيك افكار تشكيكيه. هذا دابا مثلا بلا ما يخلصني حتى شي واحد كنمشي وكنكتب بان مثلا مكه ماشي هي الاصل ديال الاسلام، صافي. انا بغيت نكتب هذه الفكره لان كثيرني وكثير وشي كثير، انا كثير ناس اخرين كيفاش مكه ماشي هي الاصل ديال الاسلام، كذبوا علينا وهادشي. لا، كذب عليك حتى واحد، حنا ما حاولناش مثلا، الناس مثلا بزاف الدول ما كيهمهمش في واش مكه فعلا هي الاصل ديال الاسلام، ما كيهمهمش اصلا، ماشي مهمه في الاسلام. ملي كنجي نسلم اش كنقول؟ واش مكه اشهدوا ان مكه اصل الاسلام؟ لا، تكون اصل ولا ما تكونش، حنا ما كيهمناش شنو كنشهد. انا كنعترف بان كاين واحد الخالق لهاد الاكوان كلها، اشهدوا لا اله الا الله، انا كنشهد بان كاين غير الله واحد احد صمد، هو اللي خلق هاد الاكوان، ما سوق لا في مكه ولا في المدينه. شنو ثانيه؟ جزء ثاني من الشهاده باش كنولي مسلم، يعني الا قلت غير اشهد لا اله الا بوحده، انا مؤمن بالاله ولكن مازال ما وليتش مسلم، يعني لان محمد هو اخر رسول. اذا كنقول اشهد محمد رسول الله، هذاك محمد ما سوقش انا فين كان ولا فين تولد ولا هذا، هو الله من اللي اختاره، ما كانش زعما ماشي اختاره من اللي تولد، لا، هذا 40 عام عرفتي شحال، ايوا بقى 25 عام وتزوجوا هذا وشحال هو مجوج، هذا 40 عاد نزلت الرساله. اذا يكون فيما بغى يكون قبل، يكون فيما كيكون في مدينه، يكون في واشنطن، ما حنا ما سوقناش، حنا كيهمنا انه صاحب الرساله وصلت الرساله وجاب لنا وكتبه، وكتبوها الصحابه يعني جمعوا وكتبوا، كانوا كيكتبوا، هو كان عايش هما كانوا كيكتبوا القران، هو في العيش ديالو كتبوا بزاف د الناس. ايوا صافي، داكشي اللي تكتب باقي لحد الان، وكان هو ماشي داكشي اللي تكتب، ماشي هو كيما كيدعوا بعض الناس يقول لك لا ماشي هو، وهذاك فلان غير زاد، وهذاك كان كيقول اللي بغى، لا، كان كيكون هادشي صحيح، فلان قال لي بغى وهذاك قال لي بغى، وكره لحد الان ما عمره وصلنا حتى شي قران. علاش؟ لان غير مع كل واحد كيقول لي بغى ويزيد اسي انا راق اقوى منك، حيد لي داك سميع عليم دير لها هذا، اش غدير ليها؟ دير ليها مثلا اصم اعمى، يلا الاخر يقول له لا
انا اللي كان فهمتهاش كانت عندك شي حاجه، عندك شي قوه، عندك شي سيطره، حيت انت بعد لي هادشي كله، بدل لي هادشي كله ما يمكنش، حيت القران كيف ما هو ما مازال لحد الان تبدل، ما تبدل والو، ما تبدل حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما تبدل، واخا انه من الاصل ما تكتبش كاع بديك النقاط ديالنا اللي كنعرفو حنا دابا وكلشي، ما كاينش كاع النقاط، ومع ذلك كيف ما هو باقي. اذا ما وصلت حتى شي، عرفتي شحال حكموا ديال الدول في الاسلام، هاد الدول المسلمه شحال، راه بزاف، ها الامويين، هاد العباسيين، هاد وكلهم، غير داك الاموي ما تسلكش منهم، هذاك الامويين كيفاش سلطوا على السلطه وحيدوا السلطه وخدوها بالعنف بالاكراه، غير هادوك ما كانش كون رجعوا مثلا للقران وراه كاع بدلوه تبديله، ولكن ما قدروش، ما عندهمش، ما قدروش، لان القران ماشي ديال بنادم، ماشي بنادم كتبه، وكل بنادم كتبه على بالك الكتبه اللي كاتبها انا، اي واحد يجي يغير فيهم، اي واحد يبدلهم كيف ما بغى ويفهم كيف ما بغى، لا حيت القران ماشي ديال بنادم، علاش هذاك الشيء ما قدر حتى واحد يبدل فيه، كون كان بنادم اللي دارو يقدر يبدل، يعرف كيفاش يبدل، دابا حتى ماشي هو بنادم اللي يبدل، على قلتي شي حاجه خارقه ولا مثلا مثلا عاش من آدم وبنادم ما يقدرش يغير فيها، لأنه ماشي هو اللي صاوبها، ماشي الإنجاز ديال الإنساني باش غادي يغيروا من آدم، فهمتي؟ إذا القرآن مثلا هو متبدل فيه حتى شي حاجة، وغيبقى هو وهذا كافي، هذا كافي، هذا بوحدو كافي، المسألة بوحدها كافية، يعني حقيقة اللي كتجاوز العقول الإنسانية، وكلشي كيعترف بها، سواء لي مسلم، سواء لي نصراني، سواء لي يهودي، حتى اليهود بزاف كنناقش معاهم داكشي، مفكرين ماشي ناس عاديين، باغين القرآن وباغي باغين كيقولك بغينا النسخة الأصلية، باش هي أصلا النسخة كلها أصلية، يعني كنهضر حيت هما ما كيعرفوش العربية، بغاو باللغات الأجنبية، بغاو زعما باللغه الاجنبيه، حيت لو ملي كتتم الترجمه ماشي كتكون كتبدل، احيانا كيتبدل حتى المعنى، ان الترجمه مش القران مازالش باللغات الاجنبيه، مازال بالعربيه، داكشي من الاحسن تقراوه بالعربيه. يبقى واقيلا انا اليوم طولت، ما عنديش غير واقيلا بقيت عاد كنهضر بلا ستوب. وهو هذا، نهاركم مبروك، وكل مره نحاول يعني نخطف هكا وقيد ونسجل واخا شي حاجه بعدا، هذا هو، تبارك الله عليكم، وما تنساو تشاركوا في القناه.